مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، وحلقة استثنائية من برنامج بالسنتر. استثنائية لأن اليوم استثنائي بإقامة نهائي أغلى الكؤوس، نهائي كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد لكرة القدم. مباراة راح تجمع الكويت وكاظمة، أو كاظمة والكويت، راح نشاهدها اليوم. فبالتالي عندنا نقول مواصلة في التغطية من هذه الساعة لبرنامج بالسنتر. راح نتجه للاستوديو التحليلي، وما بعد الاستوديو التحليلي أيضا راح نرجع معاكم في برنامج بالسنتر يعني مواكبة الحدث المهم أكيد علينا جميعا كرياضيين موجودين في دولة الكويت. وبما أن استثنائي، ضيوفنا اليوم شوي استثنائيين، يعني ما عدا رواد البرنامج أكيد المخضرمين، عندنا كم وجه جديد اليوم يطلون علينا. ها خالد الشريدة، حياك الله يا كابتن. عساكم بخير. بخير، مرتاح؟ طال عمرك. والله والله بالعكس، يعني انا شلون الاجواء اليوم مع اخواني الكبار، يعني مع اخوي يوسف سويد، مع ابو سليمان، كلهم عزيزين غاليين، بخا كلهم عزيزين ومشتاقين لك. والله يا ابو شريف، والله انا اللي مشتاق لهم بيني حبيبي. الله يحفظك، الله يسلمك. وهناك عندنا بعد طلة جميلة بس شوية مختلفة، ها مشعل بودري، حياك الله يا كابتن. الله يحييك، نجم نادي كاظمة طبعا. ما عليك زود، وانا سعيد اني اكون متواجد معاكم، وان شاء الله ننهي المباراه لصالحنا اليوم كابتن. على طول بلشنا تحدي، على طول بلشنا. زين شلون البياض هذا زايد؟ هذا الكشافات، لان ها الكشافات الجو اي. حبيبي كابتن مشعل، وهم اكيد مشتاقين لك، يعني مشتاقين للعافيه اكيد. روادنا المخضرمين المتواجدين معاي العزيز وعذبي يوسف سويد. يوسف سويد، هذه بطوله يعني خاصه بالنسبه لك. اي اكيد طبعا. بالبدايه حييك ابو ابراهيم، وحي الاخوان الموجودين. ابو راشد الصراحه من زمان مو شايفه، ابو شريده من زمان مو شايفه، حتى مبارك صار لي فتره مو شايفه، فالحمد لله. اي يصير مبارك صديقنا، يعني اي بس ما توالمنا مع بعض، يعني الحمد لله. الحمد لله شفتهم صحة زينة والحمد لله وبعافية. انت اليوم لك جزء يعني مهم في حلقة اليوم ابو عذبي، ان شاء الله راح نتكلم إن شاء الله في النقاط، لكن صديقي والعزيز جدا وآل سليمان، حياك الله ابو سليمان. محمد، امسي عليك وعلى الاخوان الموجودين الكباتن، ونتشرف ان نكون موجودين معاهم اليوم في اول لقاء، ونتمنى توفيق الفريقين ان شاء الله. عرفت مشعل فودري لما شفته؟ اشهر من نار على العلم. لا يوم شفته بالحالة هذه. نعم. مشعل الشباب عليه كبرنا. شوف نهير تاثر فيك، نهير الشمري، حياك الله يا كابتن. سالفتكم على الشيب ولا اليوم الاضاءه غير باستاذ جابر؟ يمكن الاضاءه غير. الاضاءه نهير هذا اللوك ماله، هذا اللوك. مسي عليك ابراهيم وعلى الاخوان الموجودين الكبار والاخوان اللي مشرفينا اليوم، وانا سعيد اني اكون موجود بهذه المناسبه اللي كل لاعب عرفت يتمنى يكون انه في ارضيه الملعب. ابو ابراهيم، يعني يمكن من المواقف للاستديو رجعت شوي للزمان القديم. احنا نتكلم في نهائي الكؤوس، وخاصه كاس حضره صاحب السمو امير البلاد رضاه الله ورعاه، نتكلم ان مهرجان صحيح. حتى عرفت تتكلم بالمنافسه تختلف عن كل المنافسات الموجوده في المسابقات، يعني صحيح. راح نتكلم عن هذه النقاط، لان اشوف في كان مهرجان مبسط موجود مساعة، ونشوف بعض التحضيرات، لكن العزيز مبارك عبد العزيز منورنا اليوم، حياك الله يا كابتن. الله يحييك ابراهيم، امسي عليك وعلى الاخوان الموجودين والساده المشاهدين، واقول حق ابو شريد ابو راشد يعني تشرفنا في وجودهم اليوم. حبيبي بلا شك صحيح. بعد وائل سليمان ويوسف سويد واخوي نهير، بالتاكيد ابو ابراهيم ان هذه البطوله هي اغلى واسمى البطولات، يعني صحيح، بغض النظر عن انها تكون مباراه كره قدم، دام انها تحمل اسم غالي على الجميع. نتمنى تكون مباراه ممتعه تليق في اسم الفريقين وباسم صاحب هذه البطوله. أكيد. اعتقد ان المباراه راح تكون مباراه جميله، و خليك هجومي نفس مشعل فودري. مشعل فودري ما نقدر عليه، ما نقدر عليه، وراشد ما نقدر عليه. لازم يصير هجوم، انتم بالخبره تاخذون. بعدين ابو ابراهيم نوع من التكتيك تخليه تمتص غضبه بعدين تفاجئ، بس ممكن يسجل هدف سريع نرد عليه بهدفين. عموما يعني مثل ما قلت نهير، لما تدخل هذه المباراه او استاذ جابر ما قبل النهائي، الاحساس يكون موجود عن خلينا نقول نهايه البطولات، لكن كان ودنا، وما ادري اذا هذا شيء يعني الاغلبيه يتفقون عليه، كان ودنا تكون نهايه الموسم بهذه المباراه، مو افضل نفس قبل نفس النهايه، يعني اي السابق لما كان يختتم الموسم كان نهائي كاس الامير. اي ما شاء الله خير، هلا بخير، هلا هذا خير.
فكانت النهايه حلوه تكون يعني كاس الامير وختام الموسم، فكنا نتمنى يعني ان يعدلون هذه الصفقه ونتمنى يوقف المطر. اجواء اوروبيه صارت، اجواء اوروبيه. قال يوم بعد حدث اليوم اعتقد حدث اول مره يصير، كابتن خالد شريد اليوم ولده يلعب مع كابتن هو اداري في ولاعب في نادي الكويت، فهذه اول مره تصير صراحه. شلون ابو شريد القلب وين اليوم؟ وين يا قلب الكويت؟ ها ما له شغل بولدي. لا لا له شغل بولدي كلش وياه، واذا فاز اليوم يا ويلي راح اطرده هو وعياله برا البيت. ترى ابراهيم صارت من قبل، هي صارت من قبل مو اول مره، مو اول مره، لا صارت مع حمود فليطح وعبد الله فليطح. صحيح يتواجهون، تواجهوا صعبه هذه، تهاوشوا بالملعب نهائيا. صح نهائيا، بس صعبه يعني اعتقد الولد غير بالبيت تصير، مو تحضيرها بالملعب. لا هي مو بالملعب تحضيرها بس بالملعب. صارت منهير الشمري، نهير مع طارق نفس الشيء، مع طارق مع زياد نفس الشيء تواجهون. بس ابراهيم يعني انت تتكلم في هذه يعني بالعكس احنا نتكلم المواجهه تختلف، بس انت شنو الطموح اللي تبيه؟ مثل ما يعني طارق يبي يفوز انا بفوز، مثل ما نتكلم يعني كل واحد كيانه شنو يبي يسوي، شنو يبي انجاز له. صح. يعني ما يصير العب وعاطفتي ويا اخوي ياخذ الكاس علي هذا، مستحيل يعني. مطر خير ابو عذبي. اي والله عاد خلينا نبدا معاك ها. لان ابو عذبي مثل ما قلنا ان يعني بالحلقه اليوم لا يعني محور خاص، بما ان هداف التاريخي لبطولات كاس حضره صاحب السمو امير البلاد برصيد 35 هدف، هناك تقرير نتكلم فيه عن مسيره ابو عذبي ولنعم. مهما الكلمات تجملت وتحلت بالمفردات فإنها لن توفي نجم نادي كاظمة ومنتخب الكويت السابق يوسف سويد حقه كلاعب جمع عديد الخصال الكروية. سويد السهل الممتنع، هداف تاريخي، صانع ألعاب متفرد وموهبة فطرية مزجت المهارة بحسن الإدارة في المستطيل الأخضر. تعددت قدرات يوسف سويد اللاعب لتجمع بين القدرة الهجومية على إحراز غزير الأهداف في بدايات المشوار، وبين صناعة اللعب والقيادة لما تحول إلى اللعب في وسط الميدان في النصف الثاني من مشواره الكروي. إنجازات سويد بقميص كاظمة لا تخفى على أحد، ولعل أبرزها التي تتزامن وأغلى البطولات كون يوسف الهداف التاريخي لبطولات كأس سمو أمير البلاد برصيد 35 هدفاً سجلها خلال مشواره مع نادي كاظمة، والذي شهد تتويج سويد مع أبناء جيله بلقب الكأس الأميرية مرتين ومثلهما بلقب الدوري المحلي في ثمانينيات القرن الماضي، ولقب الهداف التاريخي لكأس سمو أمير البلاد إنجاز يضاف لإنجازات سويد الخالدة التي تشمل أيضاً لقب الهداف التاريخي للمسابقات المحلية الرسمية برصيد 172 هدفاً سجلها يوسف في بطولتي الدوري وكأس سمو الأمير مجتمعين، تاركاً لنادي كاظمة إرثاً كروياً خالداً لا بد أن يتذكره أبناء الجيل الحالي من لاعبي السفير وهم يهمون إلى خوض نهائي كأس الأمير باحثين عن اللقب التاسع في تاريخ النادي. تقرير عن طبعا الكبير يوسف سويد، ناخذ بعض الارقام بشكل سريع. هو الهداف التاريخي لبطوله كاس سمو الامير برصيد 35 هدف، بعد بدر المطوع 29 هدف. يوسف سويد كان هداف بطوله كاس الامير عام 79 82 و84. طبعا الالقاب فارس بني كاظم، هذا كان موجود اللقب؟ اي هذا الجماهير كاظماويه، فارس بني كاظم. فارس بني كاظم، بس انت ملك الحجز يعني هل نعرفه؟ ولا في ابو شريده اهداف في مسميات القاب حق؟ لا والله انه ملك الحجز، احنا اللي نعرفه ملك الحجز.
قلت لك انا فارس بني كاظمه الجماهير الكاظمويه هي اللي طلعت سموه اي بس ملك الحجز هذا الجماهير كلها عارفه هذا العالم كله بس بقول لك سالفه مدرب انجلترا قالها ابراهيم على سالفه هذا مال مال الحجز كنا نلعب ضد نادي الكويت على كاظمه فعندي واحد من ربع صديق يقول هو يسولف لي يقول جيت مباراه انتم قاعد تلعبون صح يعني ما هي من البدايه يقول قاعد تلعبون توني قاعد يقول توني قاعد على المدرج ولا انت واقف بالنص معاك الكره ووراك اثنين يقول على بالي قاعد يصلون جماعه ابغى تنزل وياهم اي من الحجز حجز القدرين تبارك الله اي طبيعي اثنين يوسف سوي يا جماعه الهداف دائما يكون بارز ها وسليمان مشعل الهداف دائما يكون بارز بال لا بس يعني كابتن يوسف سويد ما يعني ما تكلم عن راس حربه صريحه تكلم على اللاعب ورا المهاجمين صح من اصعب المراكز ووظيفته يكون صانع لعب صانع اهداف ولكن ما شاء الله يعني كابتن يوسف سويد اعتقد يعني سجل اهداف مميزه وهداف مميز صراحه ابو عذبي تذكر متى وقفت او اخر بطوله كاس امير ولا ما تذكر لا انا وقفت بالدوري اخر مباراه لا بس اقصد اخر مشاركه يعني انت فزت كاس الامير قاسيه الدوري 82 84 90 دوري, دوري إيه؟ انت سنه 90 شاركت بكاس الامير انت ما. فزت لا 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 90 لا 90 مباراه ضد نادي القادسيه ضد القادسيه شهر واحد اي بس الدوري مو الكاس بالدوري مش على سنه انا لي قصه مع كابتن يوسف قول انا كنت بالمراحل السنيه 16 صعدوني 19 ف خذوا يوسف الدوخي وبقيت انا في فريق 19 فقال لي المدرب يعني شو ابيك تكون مع الفريق الاول هذا فانا قلت له محمود شوف الفريق الاول يعني 9 او 8 لاعبين منتخب واحنا صغار يعني وين نلعب وكانوا تونا فايزين بدوره الخليج وكابتن يعني فكانت صعبه فمباراتنا ضد القادسيه على ملعب كاظمه اللي هي 89 90 كابتن يوسف اعتقد حاشه شد او شغله شيء كذي فخذوني بديل له الله اي يعني طبعا مو انه كانوا طلع من التشكيله اي والسيد مايكفر خذاني فخذيت رقم 12 بعد حتى كان التيشيرت يمكن لهني ف يعني شوف ذاك الوقت لما تصعد انت صغير تحس مسؤوليه اي يعني بعد ما لعبت يعني عرفت بس ثاني يوم المدرسه قلت له ما لعبنا يا معود بس حطوا الاسامي تذكر قبل الحربان يقول له سامي فيعني تشرفت اني لحقت على الكابتن يوسف كلش بالاخير فكانت مباراتنا مع القادسيه اللي ملعب القادسيه اللي قولت هذه حسابها كانت اخر مباراه حق الكابتن فبعدها احنا كملنا كاس الامير معناته اخر كاس امير كان 88 89 مشكور مباراه ترى ليش؟ لان تبارك الرحمن بعد يعني من 88 35 هدف وما حد قرب يم الرهن وهذه يعني تحسب حق ابو عدي بس ما ننسى ان وهذا الشيء اللي قلته توك مشهد عمره 17 سنه لعب اول مباراه عدل ابو عدي مع النادي يعني اي مع النادي 17 سنه 17 لا وحاسبين لك بالايام بعد يعني 17 سنه و160 يوم تقريبا وترى من فريق من فريق من فريق 17 للفريق الاول ما لعبت 20 يعني زين هذه معلومه مني اكثر فريق سجلت على الكويت الجهرة طالع الجهرة الجهرة أنا الجهرة شوي الجهرة بالكاس ولا بالدوري ولا لا بالدوري الجمالي بالجمالي لا 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 بالدوري الجهرة إبراهيم أسمع أبو شريدة وياك إبراهيم شوف على فكرة يعني اللاعب يعني مع الأسف حاليا عندنا يعني قبل لما أنت تقول لي يوسف سويد لاعب عمره 17 سنة لما أقول لك مسلمان كم لعب فريق الأول 17 وخالد كم لعبت انا 16 كلنا صغار كلنا ونهير 16 صار شوف حتى الجيل هذا جيل المغير ومبارك يعني يعتبر هذا الشيء مو موجود حاليا يا جماعه يعني انا دوري 21 انا ليش حاطه دوري 21 اللاعب اذا ما صعد يعني انا لعبت انا عمري 16 ونص من 17 على طول الفريق الاول كلنا ما لعبت 19 ما كان في 21 ما في لعبت على طول حاليا بالوقت الحالي ترى في مواهب ولكن الناس تنظر حق بطولات كذي احنا ندخل على موضوع اللوائح ان الحين اللي يلعب درجه الاولى مبارك لازم عقد فيعني امور وايد تغيرت عن السابق ليش انا اذبح اللاعب
أي اذا أي كان عمره 16 17 ليش انا قتله؟ ليش ما وسبه وليش انه ما يروح مبكر فوق؟ ابراهيم احنا نتكلم على المشكله مش اريده يزيد عليه. قبل مبارك اخوي وياي مراحل السنيه الانديه كلها زينه كلها فيها عمل، يعني تشوف الانديه كلها يعني المراحل السنيه في كل مرحله تلاقي 6 لاعبين ل7 لاعبين زين. احنا نتكلم هذا عشان تجيب مفردات تعطيك لاعبين مميزين. يعني هذا خالد خليها نتكلم بالسنتر بالاستديو ايش رايك؟ خالد نتكلم احنا نتكلم فريق القادسيه، فريق القادسيه ايام بدر ايام اللاعبين اللي طلعوا ترى من خذوهم من تحت، صعد محمد ابراهيم كان مدربهم تحت 16 بعدين 19 بعدين صعدوهم كلهم ويا بعض وخذوا 28 بطوله خذوا مو شويه يا جماعه. اي ابو شريد اليوم الحلقه وكلامك سليم 100% مع نهير ونقطه جدا مهمه بعد يعني والمثال قدامنا عندنا اغلبكم شاركتوا بالعمر الصغير، لكن اليوم انا بستغل وجود حتى الكبات الضيوف اللي ويانا وانتم ابي ذكرياتكم كاس الامير، يعني شيء ما تنساه بكاس الامير. ببدي وياك ابو سليمان. طبعا احنا وصلنا النهائي مره واحده نادي الجهره مره اعتقد ب 96 مع النادي العربي وخسرنا 2-1 وكنا متقدمين. الجهره وصل مره واحده؟ اي وصلنا مره واحده كنت عفوا لا كنت اللي كنت العب فيها بس وصلنا وصلنا 3 مرات النهائي وخسرنا بس الجهره ما اخذ كاس لا ما اخذنا بس الدوري فلعبنا اعتقد كان اللي قول فهد علي اي اللي قول فهد علي فكانت هذه من اميز المباريات اللي وضعها مختلف لما تلعب نهائي. لا شوف هو انا بصراحه اللي نوعا ما يعني لما اليوم نتكلم عن اجتماعات قبل المباراه هذه تربك الفريق، يعني للاسف ان احنا قبل لا ندخل المباراه بعشر دقائق وكنا مسخنين للاسف صار اجتماع اجتمعت ويانا شخصيه رياضيه من خارج النادي للاسف من الاتحاد لا من برا الاتحاد من برا الاتحاد ما احنا عارفين شلون تم يعني دخولها والاجتماع وترتيب اللقاء الترتيب فجأة يبيكم فلان شخصية عفوا مو رياضية شخصية سياسية دخل على اللاعبين إذا فزتوا على النادي العربي لكم كذا كذا تشجيع يعني لا يعني احنا عارف ما احنا عارفين هل هو المقصود والله فقط انك تفوز على النادي العربي او انك تاخذ فقالها بالحرف الواحد إذا فزتوا على النادي العربي لكم مكافأة. اخوي محمد لما تكون مهيئ وتكون مركز على المباراة قبلها ربع ساعة قبل لا تنزل لا حد يجرب يتكلم الكلام هذا عند لاعبين ولاعبين أكثر من صغار شيء طبيعي راح يكون فيه شحن راح يكون فيه نوعا ما فتحس أن هذا السبب نعم هذه أربكتنا نعم مش على شو تتذكر بكاس الأمير؟ كاس الأمير أنه يعني كان ضد نادي الكويت وكانت ذاك الوقت عندنا يعني عقدة من نادي الكويت صعدنا النهائيات لما وعيت على الكرة الكويت وكاظمة الكويت وكاظمة اللي خسرنا نهائيا ورا بعض اللي كنا نتقدم ونخسر ونتقدم ونخسر نعم ف يعني ثلاث نهائيات ورا بعض ثلاث نهائيات والله ثلاث نهائيات كويت في حيل كويت ايه ف يعني كانت لنا يعني فال سيء الكويت علينا يعني ما احنا قادرين نتغلب عليهم بعجل حتى لو في حيل تغلب عليكم الا فهي قصته قصه يمكن كابتن يوسف يعرفها انا ما ابي اتكلم فيها لكن انا اكلمك انا كلاعب صغير يعني صعدوني من المراحل السنيه على طول الفريق الاول صح وكانت النهائي يعني مباراه النهائي هم صدفه توقف صالح المسند وانطرد ضد القادسيه وانطرد كذا لاعب فقال ذكرياتك مو طيبه بس لا خذيت بطوله خذيتها خذيت إيه مع منو مع العربي مع العربي كنا بلنتيات كانت بلنتيات اديتها بلنتيات نهير انا عندي ابراهيم شاركت في 5 يمكن او 6 يعني اغلبها مع الكويت ابراهيم لما تكون منافسك انت دائما انت الكويت دائما المباريات تكون صعبه صح لان منافسك عرفت المباشر وكثير من المباريات انت مصادفها بالدوري ومصادفها في مباريات كثيره وفي النهائي تكون وياه فتلاقي حتى في اغلب المباريات ابراهيم احنا ما نكون نستحق الفوز بس تنقلب المباراة دائما كذي تكون المباراة والعكس صحيح يعني لأن شوف إبراهيم تتكلم عن نهائي كاس لازم تكون محضر قبلها بيوم أو يومين يعني عارف داش بجو المباراة ما أحتاج أنا أنبهك إن في مباراة النهائي ولا في مباراة حط بالك ولا لا تبقى التنظيم اللي في الملعب قلة الأخطاء عارف الأوقات المناسبة اللي شلون تسيطر على المباراة عارف متى تهاجم متى عرفت انت احنا نتكلم في
في بطولات كثيره زين. حادثه معينه؟ مو حادثه ابو ابراهيم، احنا نتكلم عن، لا انا فاهمك تتكلم بشكل عام، لكن انا ودي اخذ حوادث. والله ابو ابراهيم كثيره الحوادث، يعني احنا نتكلم بطوله اللي يعني استمتعت انك خذيتها باي سنه؟ اللي فزنا على السالميه 6 تقريبا نهائي. اي ما هذا اي سنه؟ اخر جول قوله سعدون الشمالي، سعدون اي اللي كانها عرضيه ودشت نهائي 6 كنا وايد. شوف ابو ابراهيم مرات 4-3 اتوقع. لا اي سعدون سعدون. لا هذه لا قبلها هذه قبل. اي يعني النتيجه اللي بدر اول بدر موسم اللي براسه. ايه. عرفتي ايه. لان النتيجه ادري ليش وما ادري عند الكباتن، بس نهائي ما يوصل 6 المفروض. كان كاظمو الكويت 6-1 6-1 81 ايه. ابراهيم هذا اللي نتكلم عنه، ان مباراه كؤوس ونهائي صح. اهم شيء في المباراه شنو؟ أهداف. ما يدش عليه جول. لا يدش عليك وتسجل. وتسجل أي. عرفت دائما اذا مرماك ما في اهداف انت مرتاح لنهايه المباراه. مع ان بعض الفرق يدورون مبارك التعادل. بس يعني مخالد هدف سعدون اللي تكلم عنه كان بالاضافي، كان بالاضافي يعني اللي قول تنتهي المباراه. جول ذهبي. جول ذهبي. جول ذهبي كان هدف سعدون. هدف هذا ذهبي هذه قبل. اي اي كان هدف مبارك. أنا عندي يعني مناسبتين ما أنساهم. أول مناسبة كنا أنا ونهير بنادي صليبخات، فهذا أول صعود لي أيام الكابتن صالح عصفور، نمسي عليه بالخير. فصعدني أمام الجهرة في كأس الأمير ضد والي سليمان، كنا لاعبين ناشئين صغار، فهذه أول مشاركة لي كانت مع، كان عمري 16 تقريبا، هذه أول مشاركة لي. ضد منو كانت؟ ضد الجهرة كانت. كأس الأمير. بكأس الأمير. ما يحضرني النتيجه، بس اعتقد ان الجهره فازت. الركب كانت شيلك ولا لا؟ لو طيب 16 سنه 16 هم الواحد يحاتي يعني. لا لا شوف ايام صالح العصفور يعني منو كان معاك بالفريق؟ خلينا نقول النجوم يعني كانوا اللي كانوا جاي نهير، كان ثامر عناد، كان اصلا بخاق عند كل بخاق قاعد اقول لك عمرنا صغير انا ونهير كنا صغار. وبوقتها صار احتكاك بيني وبين وال، عصب علي قال عماد الكابتن من البدايه تدري صغير بس كنت ما تقدر يعني. مبارك عادي مناسبه ثانيه. 16 سنه طيب انا عندي ترى عصبي مالك شغل الحين هادي. لا قبل عصبي. المناسبه ابو ابراهيم المناسبه الثانيه نهائي ضد القادسيه سجلت فيها هدف واللغه وخسرنا فيها ضربات جزاء. فكانت هذه قبل نهائي نهائي كان نهائي نعم. وسجلت هدف ممتاز. اللغة الهدف اللغة ما انحسب انه يعني هدف. كان قاسم حمزه حكم المباراه قال انها تجاوزت، حكم الرايه قال ما تجاوزت. ماكو فار وماكو لا ماكو فار ماكو فار. وش اريده؟ وش تتذكر بكاس الامير عاد هني ذكريات؟ انا اقول الحمد لله انه حققت كاس الامير اربع مرات في الثمانينات. اقول الحمد لله هذا كاس غالي علينا يعني صح. وتشرفت يعني انه اربع مرات اني اصعد اسلم على الامير. كاس كان غالي علينا يعني مرتين ويا كاظمة لكنت كره يوسف سعيد مره بلد قول عدو العباس قول عدو العباس وهي التضامن 4-1 اللي انا سجلت فيها يعني هذه مباراه كانت عاد بمزعج باللعب اذا كنت ضده وايد شويه وايد شويه وايد شويه يعني يعني ما احبه شنو وايد شويه يعني ما... المهم مباراه التضامن اللي بالنهائي كان انا لي موقف فيها يعني اللي هو كان بوقتها كانوا شايليني بالمنتخب. اي كان ودي اني تلعب وتبدع العب وابدع واثبت وجودي حق مدرب المنتخب اللي شالي نفسه. اي وانا شفته كان موجود فوق وفعلا انه دور افرد ويا اللاعبين شافوا المدرب. اي ففزنا 4-2 عليهم. الهدف التعادل انا حطيته. اي كان كاظمة كان تضامن مقدمين 1-0 بلشنا وحطيت التعادل كنا زاد المطر. المهم زاد المطر يبينا نعشى وصنعت هدفين اللي هو حق العنبري وحق صلاح الحساوي والرابع حط بدع يعني فعلا بدعت مباراة ما صارت مباراة ولا استوت وصار رد فعل صارت ردة فعل ورديت المنتخب. والله طبعا هذا صناعة الهدفين كان ابداع منه. بقول يعني من يقول ابو شريد انه يطوف من وسط الملعب للطرف ويعرض الكروس. ابو شريد هذه؟ ها؟ هذه 88 تقريبا على ملعبنا كانت. وللحين هني يمكن صار النحلة؟ لا من قبلها. من قبلها. للحين اذكرها الشهيد الله يرحمه لما صعدنا فوق منصة اقول لي هذا الشريد اللي انا اعرفه. والله هذه هذه اذكرها الكلمه رده الفعل الايجابيه ابراهيم ابو عذبي انا ما ابي قصه منك
لا ابي النقطه اللي بتقولها عشان شوف تدري كم مره وصلنا نهائي وقتنا احنا تقريبا يمكن 7 مرات عدل كنا سبع مرات لا وقتنا فزنا ثنتين اي انا تسع فزنا بثنتين 7 خسرناهم سبع هو لا سنه 90 لا هي سبع مباريات خسرناهم نهائي لعب فيهم سبع مباريات خسرناهم بالنهائي فزنا في ثنتين يعني 9 مباريات وصلنا نهائي فزنا في ثنتين وخسرنا 7 خسرنا انا اقول لك لان كان عندنا فريق زين ذاك الوقت بس من نوصل نهائي من نوصل نهائي ما ادري شو يصير في الفريق ما ندري والله هو الهداف ابراهيم والمشكله هو الهدف كل 5 بطولات والمشكله احنا نسجل اول بالنهائي اي اغلب خسرنا من القادسيه خسرنا من العربي خسرنا من الكويت الكلمه مو مقبوله صراحه عفا عليك الكلمه مو مقبوله صراحه مباراتنا مع الكويت مباراتنا مع الكويت اللي فزنا فيها 6-1 نزل حمد عبد الرزاق تتذكر وش يريده اذكره اي نزل حمد عبد الرزاق ما طول ثواني حاشني ورا من ورا شوي بدون كره المهم كان اطيح انا وامثل كان الحكم يطرده ترى من الخط للملعب شوي يعني يمكن ما جاس الكره مسكين زين خل شوف ما جاس الكره براشد كان قاعد امثل امثل فيها عرفت كان يطرده فما حزت بنفسك اكيد تالي اكيد اي ابو فوز هذه الكلمه فيها اعتراض صراحه الحين تعترض ابو سليمان يلا قول لي ايش راشد شنو قال مرات فحيل تاريخ شنو صار فحيل قلت شنو اعطيتهم راشد شنو يقول شنو مع العربي اللي مع العربي على اساس انه يعني يوم لعبنا مع العربي وان نجاب الفاحيل وقال فرماني قال انا يعني افضل ان نجاب العربي او شيء كذي وصعد الفاحيل الفاحيل ما فرط بالمباراه النهائيه اعطيناهم لا 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 مو لا مو تعطيه لا 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 شكرا سليمان اول باول خلك حبيت اول باول حسين لا شوف مشعل انا قال اعطيناهم المباراه راشد راشد ايش اريد انا عندي باكي مين وباكي صاحب لا ما عرفنا نتعامل مع هالمباراه لا لا هم لعبوا احسن منا عبوا اي سبحان الله احنا كنا اسوء مباراه مع انه قبل النهائي كنا فايزين مقدمين احسن عرض اي مع العربي بس الفحيحين لعبوا احسن منا تمام الاجواء حلوه احنا قاعد نعيش الاجواء حق الجمهور والله الاجواء حلوه شويه صح. مطر خفيفه خفيف خفيف لا خفيف ما في الا الخير خلينا نروح حق التقرير الثاني اللي يتكلم عن مشوار نادي الكويت ونادي كاظمه خلال هذه البطوله لم يكن طريق فريقا كاظمة والكويت إلى نهائي أغلى البطولات مفروشاً بالورود طوال جولات الكأس الأميرية بل تخللته محطات صعبة عبرها الفريقان عبر ركلات الجزاء الترجيحية استهل كاظمة حامل اللقب مشوارة بالبطولة في الدوري ربع النهائي بصفته حاملاً لللقب حيث قابل برغان وتغلب عليه بهدفين دون مقابل قبل أن يواجه العربي في الدور نصف النهائي ويتجاوزه بصعوبة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل منهما معلناً بلوغه النهائي 19 في تاريخه ومتطلعاً لللقب 9 في البطولة الغالية وأما الكويت فقد انطلق مشواره في الدور التمهيدي حيث التقى التضامن وحقق الأبيض فوزاً صعباً بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي ب3 أهداف لكلا الفريقين وفي الدور ربع النهائي تقابل العميد مع السالمية وانتهت المباراة بفوز صعب للكويت بهدف نظيف معلناً تأهله إلى الدور نصف النهائي وفي مباراة الدور نصف النهائي اصطدم الكويت بنظير القادسية وفيها حقق الأبيض أكبر انتصار له في البطولة وبرباعية نظيفة معلناً وصوله للنهائي الأميري طامحاً إلى اللقب 16 في بطولات كأس سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه نتكلم عن مشوار الفريقين مشوار كاظمة والكويت خلال هذه
البطوله الحاليه يمكن تكلمنا من قبل شوي عن الارشيف، لكن خلينا نروح حق البطوله الحاليه. ابو سليمان عندك شيء من خلال يعني خلينا نقول معلومات عن مشوار الفريقين خلال البطوله هذه؟ يعني شوف احنا نتكلم عن نادي الكويت بشكل عام، نتكلم عن 6 مباريات وجولة البطوله. تعودنا من نادي الكويت انه في السنوات اللي فاتت انه يسجل الاهداف في اول ربع ساعه ويحسم المباراه ويكون طبعا مندفع للهجوم. نعم. ولكن حاليا وضع الفريقين كاظمه والكويت ما في استقرار، تشوفه مباراه يدي مستوى عالي، رده فعل اجتماع اداري معين، تشوف رده فعل لاعبين نادي الكويت، بعدها نشوف فيه هبوط. ايضا نادي كاظمه نفس الشيء، لا زال نادي كاظمه لغايه الان ما في استقرار بالمستوى الفني، في بعض المباريات في تفاوت. نتكلم عن نادي الكويت، نقطه الضعف ونقطه القوه واضحه، في 6 مباريات عليه 9 اهداف، 5 اهداف عليه في الربع ساعة الأخير، ولكن أيضا 11 هدف له في الربع ساعة الأخير، أيضا له 5 أهداف. فنعم في قوة بالدفاع بالهجوم، ولكن أيضا في قوة، وهذه طبعا غريبة على نادي الكويت من 3 سنوات أو 2 سنين نشوف هذا الضعف والأداء في نادي الكويت. مشعل توديني على كاظمة مشوارهم خلال هالموسم. بالعكس أنا خاصة بكأس الأمير. كأس الأمير لا يعني نتكلم تحديدا عن مباراة العربي، يعني باستثناء انه كان 2-0 وبعدها يعني هفوه من المدافع وسوء رقابه بالهدف الثاني. مشكله كاظمه انا اتكلم على الناحيه الدفاعيه، انه اذا 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 واجه مهاجم صاحب مهاره ما يعرف يتعامل معه، يعني ما يعرف يتعامل معه ويتعامل معه في انا اللي اسميها في عالم كره القدم اللي هو اخر حل اللي هو السلايتنج. شفنا مع العربي الشوط الثاني لما سجلوا التعادل تحديدا شلون راوقهم ولعب في المدافعين يعني والمدافع تنرفز، لكن انا اكلمك على الشق الهجومي لا كاظمة جدا ممتاز ودفاعيا دفاعيا انا طبعا انا بالنسبه لي جيد الفريق ممتاز. مباراه العربي هي يمكن تقريبا 5 أو 10 دقائق صارت لخبطه في اخطاء فرديه بس كمجموعة يعني حتى كان حارس المرمى يقولوا ما كاظمة ما عنده دكة، متفق مع هالكلمة؟ لا بالعكس لا موجودين. انت اليوم عندك الهزيم عقيل، عندك الجزار، عندك حبيتر الحبيت، يعني عندك مجموعة الحبيتري انا اعتبر يعني من ناصر فالح اي بالضبط، يعني عندك مجموعة، يعني عندك انت كافي شبيب الخالدي اليوم كاظمة او الكرة الكويتية تفتقد حق اللاعب الهداف، كله متوفر هذا الامر في شبيب الخالدي. انا ما امدح شبيب الخالدي لانه يلعب في كاظمه، لكن انا اتمنى له التوفيق. أنا هذا الكل هني يجب على شبيب الخالدي. براشد حتى عقيل إيه؟ عقيل خطر داخل خط 18 سواء بالكرات العاليه حتى بالارضيه سجل عقيل هزيم عقيل هزيم يعني انا يعني شهادتي مجروحه بحميد العسعوس. شوف انت يوم تكلمت عن الجوانب الهجوميه وان كاظمة يتميز هجوميا، انا اشوف ابو سليمان يعني ما يخالف طبعا لان ابو سليمان عندنا هنا المرجع بالارقام، يعني احنا نتكلم في 6 مباريات. الشوط الاول نادي كاظمة سجل 5 اهداف والشوط الثاني سجل 6 اهداف، معناها في توازن، ولكن عليه 9 اهداف 7 اهداف بالشوط الاول عليه فقط هدف، ولكن بالشوط الثاني عليه 6 اهداف. اي فاحنا ما نتكلم اليوم عن انه والله بس مهاجم، ولكن ايضا هي طبعا مو مع العربي، ايضا مباراته مع العربي عليه بالشوط الثاني 2 فمعناها يستقبل بالشوط نعم يستقبل وما في تركيز على حساب الجانب الهجوم. بس بالشوط الاول كم هدف استقبل؟ هدف واحد؟ هدف واحد بالشوط الاول في 6 مباريات مع العربي. انا اعتقد رقم زين. شوف نادي كاظمة حتى الموسم اللي فات نفس الشيء، كان بالشوط الاول كان عنده تماسك دفاعي، بس ما يعد ان هذا يعني تركيز في المباريات، انه ما يدخل عليك الجول واحد في المباريات. لما تسجل 5 اهداف في الشوط الاول وعليك الشوط الاول هدف واحد، معناها تركيزك وجهدك قاعد تحطه. شوف ابراهيم، ترى الاهداف اللي قال عنها سليمان ترى كلها اخطاء فرديه، يعني والتنظيم الدفاعي موجود وشفناه حتى في الدوري صح، بس الاخطاء الفرديه هي اللي تجعل. والدليل شوف في لعبه العربي مباراه جريبه كانت صح، شوف الاخطاء الدفاع اللي بوشها والمراوغه من الصوله، فاخطاء فرديه هذه تحصل، بس كتنظيم دفاعي الاربعه جيدين من افضل يعني اللي اشوفهم انا المدافعين في خط النص. هملا دور بالدفاع عندنا حمد حربي قائد هو خط النص فهد، وبالهجوم ابو بكر اللاعب المحترف،
وبعد بيتاكد ان الدكه ما عندكم فيها مشكله. لا ما عندنا مشكله. بس اخوي محمد عفوا بس بعد اذن التراجع الهجومي في نادي كاظمه، التراجع الهجومي في اخر ربع ساعه الفريق الوحيد اللي ما سجل ولا هدف. صح، الفريق الوحيد اللي ما سجل ولا هدف، يحافظ على النتيجه. كل الفرق سجلت ما عدا لا عفوا مو عليه تسجيلك تكلم. هو يحافظ انه ما يعني مثلا إنه ما يهجم ما يكون ولكن عليه بالربع ساعه الاخيره ايضا في ضعف دفاعي، عليه 4 أهداف في الربع ساعه الاخيره. مبارك عبد العزيز ودني نادي الكويت. شوف ابو ابراهيم انا اعتقد في مسيرته في هذه البطوله، شوف نادي الكويت قدم مستوى مميز للامانه يعني، وانا دائما اكرر على العناصر والادوات اللي موجوده والامكانيات الموجوده عند فريق نادي الكويت. فريق نادي الكويت مع كامل احترامي لبقيه الفرق، اذا كان بافضل حالاته فما اعتقد في فريق منافس له للادوات الموجوده، ما هو تقليل من شان الفرق الثانيه، يملك دكه نفس مستوى الاساسي. لا انا اقول لك ابراهيم مبارك ممكن ينافس كاظمه والعربي، العربي هم عندهم دكه. لما نقول بافضل حالاته انا اتكلم بافضل حالاته، فنحسب كاظمه بافضل حالاته والعربي بافضل حالاته. هم ترى المنافسه موجوده مثل ما قال بعد. انا اتكلم كادوات بو عربي. هل هذول العربي عنده ادوات؟ كاظمه عنده ادوات. نادي الكويت اليوم اضرب لك مثال في مباراته مع نادي القادسيه، نزلوا 5 اساسيين. صحيح. بمعنى انه لو شال هذه الخمسه وبدا بالتشكيله اللي لعب فيها الشوط الثاني ما في احد راح يختلف على التشكيله. مع وجود العربي وكاظمه بمستوى مميز، لكن احنا نتكلم الاوراق اللي ممكن تغير لك مجرى المباراه اذا كنت خسران واذا كنت فايز. يمكن يختلف نادي الكويت عن نادي كاظمه انه احيانا يبالغ بالنزعه الهجوميه، يبالغ في يحاول يخلص المباراه من الشوط الاول. الارقام ابو سليمان حق نادي الكويت، شوف نتكلم عن الارقام نادي الكويت، نتكلم عن 6 مباريات بغض النظر عن كاس الامير. تسديده ثابته خارج 18 ما سجل اي هدف. ما سجل. تسديده متحركه خارج 18 ما سجل اي هدف. معناها التسديد عنده مفقود جدا. سجل 11 هدف 6 اهداف داخل 18 بالقدم. من ركله ركنيه هدف واحد، من ركله من كره عرضيه داخل 18 هدف واحد، 3 ضربات جزاء. معناها ما عنده الحلول. تسديد اعتقد التسديد عامل مهم في تسجيل الاهداف. اخر 6 مباريات مع نادي كاظمه وهو مسجل 3 أهداف داخل 18 مو هدف واحد. 6 انا قاعد اقول لك. 6 مو 3. داخل 18 6 أهداف. لا هو يتكلم ان ابو سليمان التسديد على الرغم من الفريق خلينا نقول النجوم الموجودين، التسديد حتى هاللحظه ما سجلت. من لان نادي الكويت دائما يعتمد على شنو؟ يوسف ناصر يسدد يعني. احمد الزنكي يسدد. احيانا ابراهيم الفريق المنافس ما يعطيك كرات ثابته، ما يعطيك إذا كان تنظيم الدفاع مميز، إذا كان الفريق منافس قوي. بس بنفس الوقت نادي الكويت في آخر مباريات بسليمان تلاحظ أنه دائما اعتماده على الأطراف. صح. وسيطرته على وسط الملعب إن كانت هناك خطورة أو عدم خطورة، ولكن دائما اعتماده على الشكل. أغلب الفرق ما يستددون منه. بس كلمة إبراهيم، أنا أتفق ويا كل اللي قالوه، ولكن إحنا نرجع ونقول أن مباريات الكؤوس ما تقدر تحسبها، مو شرط ما تنحسب بالارقام والاوراق. ما تنحسب صحيح. ما صحيح. تقدر تحسبها بارقام، تبي تحسب ارقام احسبها على الدوري. صحيح. شلون انت تصحح اخطائك بالدوري. ايه. ولكن هذه مباراه كؤوس ما لها حسبه نهائيه. ما لها حسبه نهائي بغض النظر انه يعني انه نهائي للكاس. والله انا اختلف، في نقاط ضعف ونقاط قوه لازم انك تعالجها باي مباراه. دوري في المباراه الواحده، دوري ولا كاس ولا واحده، المباراه الواحده حتى المباراه الواحده. ما اتوقع في يوم من الايام كان نادي الكويت، خل اقول قبل 4 سنوات النهائي مع السالميه، كان الكويت بافضل وايد، فازوا عليك السالميه يعني، وهذا فازوا علينا. اي يعني هذا يعني يعني الكؤوس ما تقدر تحدد الفريق، ما يخالف يعني الفريق شنو مستواه ما تقدر تحددها. تمام ابو شريده، بس لان عندي نقل خارجي مع مراسلنا رائد الشمري موجود من ناحيه اخرى بارضيه. هذا رائد الشمري، يا زينك يا رائد، ولا ابتسامه بس اول شيء. تفضل تفضل رائد الشمري. كل الشكر للزميل محمد بداح في الاستديو وايضا لضيوفك الكرام. بالفعل يعني اليوم هذه الاجواء المميزه وما شاء الله، بس
دشيتوا عندنا الهواء على قولتهم بلشت امطار الخير، وامطار الخير ان شاء الله اليوم راح تكون حاضره مع نهائي دوره الكوس واغلى كاس سمو امير البلاد حفظ الله ورعاه ما بين كافما والكويت. بالتوفيق ان شاء الله للبرتغالي وبالتوفيق ايضا للابيض الكويتاوي، ونشاهد ان شاء الله مباراه ممتعه يعني تليق في هذا النهائي المميز. دائما يمكن كافما يبحث عن لقب تاسع، ايضا العميد الكويتاوي يبحث عن لقب سادس عشر. جميع الامور هي في استاد جابر الدولي لمشاهدة مباراة ممتعة بإذن الله ما بين السفير الكظماوي والعميد الكويتاوي. سريعا يعني نشوف أجواء الكتيبتين قبل انطلاق المباراة من خلال التواجد، دائما صراحة يعني يمدوننا في المعلومات وأيضا جميع ما هو مستجدات بالنسبة للفريقين، سواء في رئيس المركز الإعلامي في نادي كظمة اللي راح نبدأ وياه إن شاء الله الدكتور ناصر الفضلي، نقول يعطيك العافية بالتوفيق أمطار الخير بلشت. الحمد لله، هذا الخير طبعا الحمد لله. أول شيء مسي على أبو إبراهيم وعلى الإخوان في الاستديو والسادة المشاهدين، والله الحمد هذا أمطار الخير، والخير كله بحضور ممثل سيدي سمو أمير البلاد في هذه المباراة التي تعتبر قمة الموسم. وبلا شك احنا هدفنا والله الحمد ان تحقيق اللقب، المحافظة على كأس الأمير، خاصة انه كان مفاز في الموسم السابق. مباراة صعبة، انت تواجه فريق نادي الكويت اللي يعتبر أشرس فريق في الدوري المحلي، فبالتالي مباراة صعبة. بإذن الله احنا عدينا العدة، يعني جهزنا المصابين، كانت عندنا نوعا ما بعض الإصابات، والله الحمد الفريق في مباراة اليوم مكتمل الصفوف، ونسعى بإذن الله تقديم مستوى يليق باسم هذه المباراة وباسم صاحب البطولة وتحقيق الهدف الأسمى طبعا والأغلى على نفوسنا، هو مصابعة السيدي سمو أمير البلاد ومن يمثل سموه في هذه المباراة. وبلا شك الكأس بالنسبة لنا هدف، وإن شاء الله نحقق اليوم إن شاء الله. كل يمكن يتساءل اليوم يعني مباريات الكؤوس والنهائي أكيد حساباتها مختلفة بتكون؟ بلا شك مباريات الكؤوس مباريات تختلف تماما عن الدوري، هي فرصة واحدة يا أكون أو ما أكون، فبالتالي إن شاء الله بإذن الله نتوفق في مباراة اليوم، وإحنا جاهزين وبإذن الله إحنا كل ما عندنا راح نقدمه في هذه المباراة، واللي كاتب الله بيصير من الحين، ما في أحد خسران، كلنا فائزين بحضور ممثل سمو الأمير، بحضور هذه الكوكبة الرائعة من كل المسؤولين في الدولة مع عيالهم وأبنائهم الرياضيين. بلا شك هو الفوز الحقيقي في مثل هذه الملتقيات، وأتمنى التوفيق للفريقين ونحقق اللقب ونفوز بالكأس إن شاء الله، وبإذن الله اللي كاتب الله بيصير. الله يكتب لي في خير ان شاء الله، سواء للسفير الكظماوي او ايضا العميد الكوتاوي. اخيرا يمكن فرصته السريعه على التدريبات، هذا شيء اعطى نوع من الاريحيه للاعبين؟ بلا شك يعني اعطى نوع اريحيه تماما، خاصه احنا كان في معسكر صار لنا ثلاث ايام باحد الفنادق، وكانت تدريبات بالفندق الصبح والعصر في استاد صداقه والسلام. المدرب والله الحمد مرتاح، الجهاز الفني والاداري ومجلس الاداره على راسهم السيد اسعد البنوان قاموا بدور جبار خلال الفتره السابقه، مهتمين بالفريق تماما، والحين الكره في ملعب اللاعبين عليهم يقدمون مستواهم، احنا نبي بس يقدمون مستواهم المعروف، وباذن الله راح يقدمون اللي يمتعكم يسعدكم، واحنا واثقين ان شاء الله، والحمد لله المعنويات دائما مرتفعه، واحنا مستمتعين في استاد جابر والامطار، وانت شايف الاجواء ما شاء الله تبارك الله. خير ان شاء الله. اللهم لك. قواك الله، كل الشكر لك دكتور ناصر الفضلي رئيس المركز الاعلامي في نادي كاظمه، وبالتوفيق ان شاء الله للسفير الكظماوي. نتجه سريعا الى ايضا الكتيبه الكويتاويه والمتواصل النشط الدينمو دائما عمر الزامل المنسق الاعلامي في نادي الكويت. قواك الله عمر، الله يعطيكم الصحه والعافيه. اكيد ليست غريبه النهائيات على العميد الكويتاوي، دائما عينه على الالقاب، لقب يمكن اليوم سيكون ايضا بمنافسه شرسه مع كاظم. كلمنا عن جزئيه الفريق قبل انطلاق المباراه ان شاء الله. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الكلام الجميل اللي تفضلت فيه. ان شاء الله يا رب ان اليوم النهائي يظهر بصوره مميزه وجميله من الفريقين، ويكون مستواه الفني عالي ويفرح الجمهور اللي قاعد يشاهده من خلف الشاشه او اللي يشاهدها اليوم بهالاجواء الحلوه بالاستاد. الحمد لله رب العالمين، خير وبركه ان شاء الله على الجميع. بالنسبه حق استعداداتنا، اعتقد ان هي استعداداتنا للامانه يعني الفتره الماضيه كانت فتره صعبه جدا على جميع الفرق، المباريات كلها صعبه من مواسم طويله جدا ما شفنا قوه المباريات المتتاليه نفسها الموسم. يعني اليوم انت ما تقدر ترتاح، ما تقدر شوي تريح بعض اللاعبين، ما تقدر تعالج اصاباتك، ولكن الحمد لله على كل حال يمكن هذا يكون شيء مميز وشيء يعني حلو للاعبين وللجهاز الفني والاداري، انه يعني تكون قوه المباريات المتتاليه يعني ورا بعض. نقول الحمد لله على كل حال احنا جاهزين لهذه المواجهه، جميع اللاعبين نثق فيه
فيهم وعندنا يعني ثقة عمياء فيهم كبيرة جدا للأمانة. اللي موجود اليوم نقول الله يوفقك، واللي قاعد يتابعنا من فوق أكيد يشجعنا ويكون قلبه معانا إن شاء الله يعني بالفوز وفرحة جمهورنا الغالي اللي زعلناه وايد خاصة في الدوري. إن شاء الله يا رب أن الراضي اليوم والراضي كذلك في الدوري نكمل مشوارنا بإذن الله. اليوم يمكن كاظمة والكويت كتاب مفتوح عمر بالنسبة لجميع السيناريوهات سواء كونها مباراة نهائية. رائد يمكن لو أكون صريح معك أكثر، كاظم والكويت تقابلوا في نهائي كأس الأمير في 6 مباريات، تفوق نادي الكويت في 4 مباريات وتفوق نادي كاظم في 2. أنا قاعد أحدد لك تحديدا في نهائي كأس الأمير، يمكن مباراة واحدة فصلت بينهم كانت في ركلات الترجيح، أما المباريات كلها انتهت بفوز أحد الفريقين بدون لجوء إلى ركلات الترجيح. لو نتكلم السنة الماضية أول الدوري الكويت ثاني الدوري كاظمة، لو نتكلم السنة الحالية أول الدوري الكويت وكاظمة أو ثاني أو ثالث حسب النقاط أنا ماني ذاكر بالضبط. فيعني أعتقد أن السنتين الأخيرين كانوا الكويت وكاظمة يعني ند قوي. لو تكلمنا هالسنة في الدوري نشوف أن في تعادل في فوز في أكثر من مواجهات يعني نتائجها غير متوقعة، بس مباريات كؤوس يظل لها طابعها الخاص يظل لها يعني رونقها الخاص. إن شاء الله يا رب أن اليوم أهم شيء أن تظهر المباراة بصورة حلوة ومميزة، وإن شاء الله يا رب الله يوفقنا ونرفع الكأس أغلى الكؤوس. نوك الله، كل الشكر لك عمر الزامل المنسق الإعلامي لفريق الكويت، والشكر موصول أيضا كما كان معنا الدكتور ناصر الفضلي رئيس المركز الإعلامي نادي كاظمة، بالتوفيق إن شاء الله للسفير الكاظماوي وأيضا العميد الكويتاوي، ونشاهد إن شاء الله مباراة ممتعة على درة الكؤوس وأغلى كأس أمير البلاد حفظه الله ورعاه بنسختها 61، إما أن تذهب للعديلية أو لكيفان، بالتوفيق إن شاء الله. وأعود للزميل محمد داح في الاستديو. مشكور رائد الشمري على هالرسالة، وشكر أكيد موصول حق الكباتن اللي تواجدوا معاك. يعني ممكن احنا دائما نقول ودنا نشوف اللاعبين يكون موجودين في اللقاءات، لكن قبل المباراة احنا يمكن نتفق انه المفروض اللاعبين ما يكونوا موجودين. عدو سليمان سالفة الانضباطية باللقاءات الإعلامية قبل المباراة بالعكس ما يأثر عليهم اللقاء، أسئلة بسيطة وأسئلة ما راح يدخل مع أبو مرة. لا لا ما تأثر على اللاعب قبل المباراة، متفقين مع أبو سليمان أنه ما في تأثير على اللاعب؟ لا أنا ما أفتكر، خاصة اللي قال يتكلم عنه هذا الهواء مباشر. لا أنا أعتمد أنه ما أفتكر، اللاعب مطلوب منه التركيز، أنا وجهة نظري هذا مو شغل اللاعب، أكثر اللاعبين عندهم خبرة ولعبوا نهائي مو أول مرة يعني، فما أفتكر مباراة عادية. إبراهيم تختلف، أنا يعني تركيزي هذا في الملعب، أنا مو تركيزي أن أتكلم، في ناس متخصصة تتكلم في هذا الموضوع، الجانب أنا جانب عندي مهمة مباراة، عرفت؟ أنا متى تصريح يكون؟ تصريح يكون بعد المباراة، عرفت؟ بغض النظر فائز ولا خسران، صح لازم، بس أنت تتكلم قبل المباراة لا، في ناس تتكلم في هذا الجانب. تمام، احنا وصلنا للختام، طبعا راح نبقى معاكم في استاد جابر سواء برنامج بالسنتر ما بعد المباراة، لكن حتى الاستوديو التحليلي متواجدين معنا الإخوان على الجانب الأيمن الجميل حامد الشمري وفهد الأنصاري المحلل الجميل وأيضا الراقي علي العلاوة، وأعتقد علي طالب في الاستديو التحليلي، عدل حامد؟ علي طالب للاستديو التحليلي. أنا أشكر الكباتن اللي تواجدوا معي، تجربة حلوة يا كبا، ها نتفق أن تجربة حلوة كانت، تجربة حلوة حلوة بس لا تحلوها. مشكورين أبو سليمان، مشكور مشعل الفودري، مشكور نهير الشمري، مشكور ابو عذبي، شكر لك خالد شريده، والله اشتدنا لك يا ابو شريده، ومشكور اي والله صراحه، والالوان الجميله هذه الحلوه اللي دائما تفاجئنا فيها على الهواء، انت متحدي جميل حق ابو عذبي. مبارك عبد العزيز، مشكور، شكر موصول حق كل من تابعنا. ارد واقول برنامج بالسنتر ان شاء الله راح يرجع لكم بعد المباراه، لكن خلال هذه اللحظات نتجه معاكم للاستديو التحليلي والزميل حامد الشمري، تفضل حامد.